نعرفوا، ولكن دابا مع زادوا هاد المواقع الالكترونيه وهاد الشيء راه كاين اللبس، راه كاين اصوات تنادي من داخل الجسم الاعلامي ان خصنا نطالبوا بالاعتمادات. انا محقكم هادي اذا انا اليوم ما عنديش الاعتماد ديال واحد الشخص، ولكن اللي عيطت عليه اليوم وما عاد طالبته بالاعتماد، انا ديجا درت ليه المراسله، ديجا درت ليه الدعوه، ودعيته كمراسل صحفي ولا كصحفي، ملي غنطالبوا باعتماد ما عندوش، اذا انا مابقاش مبرر ليا انني، ولكن انا كنعرف الشرقي، كنعرف مصباح، كنعرف السيف البريدي، كنعرف السيد لاش، كنعرف بعض الاخوان، ولكن بعض الاخوان ما نعرفهمش، وربما انا ما كنتش نسحب اليوم غتجيني واحد العدد اخر ثاني ديال المواقع اللي ما عرفتش واش عندهم اعتماد واش داخلين في المنظومه ولا ما داخلينش. هذا هو اللي كنقول لك فيه. الشطر الثاني من منطقه النظام بالنسبه للورقه، حنا لدينا ورقه وما كاينش العيب اننا نتصنتوا للناس ونعرفوا الطريقه ديال الاشتغال ونديروا ورقه اللي نجيو ندوزوها كاملين. هل مع اعضاء المكتب داروا المتهم؟ ام مع المدير الاداري ولا باقي ما عرفناش؟ ام مع الناطق الرسمي اللي باقي ما تعينش؟ اذا مع من نتواصل من اجل الوصول الى المعلومه اللي هي غايبه ما بين الجهاز الاعلامي وما بين المكتب المسير لحد الساعه. ما عدا كاين واحد ما سمي بواحد الصفحه ديال اولمبيك خليلكا في فيسبوك التي تنفرد بالخبر، ما عرفناش شكون هذاك مولاها ولا شكون اللي تيديرها، زائد ما عرفناش شكون اللي تيعطي الخبر، في حين حنا محرومين من الخبر. اذا واش هذيك الصفحه في حد ذاتها هي رسميه ولا ماشي رسميه؟ واش ناطقه رسميه باسم اولمبيك خليلكا كفريق لكره القدم ولا ماشي ناطقه؟ يعني كاين واحد اللبس، لان هذيك الصفحه تنفرد بالخبر، فاذا كانت رسميه وتنفرد بالخبر ينبغي ان يعمم الخبر على الجميع. ماشي هذا راه صاحبي الاداري، قلتي بان الرئيس غاب لظروف خاصه خارج المدينه تواجده في احدى الاجتماعات الجامعه. في النقطه الثانيه السي نجيب، لا لحقاش المدير الاداري توافقنا باش تكون فعلا عندها مصداقيه، فملي تكون بلاغ رسمي موقع حنا تنعتمدوا عليه وتنعتبروه فعلا عنده مصداقيه، وانه تعطينا حتى حنا مصداقيه باش ما تبقاش المعلومه تتخبطوا هكم. النقطه الثانيه هو ان بعض اللقاءات اللي تكون رسميه حب هذوك تكون فيها دعوات اسميه، وهنا فين غادي فين تكلمتي على اللبس. هذا هو الله يسلمك. اولا تحيه طيبه للمكتب المنصري، بعض اعضاء المكتب المنصري الحاضرين هنا، كنشكركم على هذا اللقاء سمعوا تواصلي بخصوص التدخل ديالي في طريقه الاشتغال. سي باسيني تحدث على ان مكتب مسير الفريق اولمبيك مد ايدو الاعلام، وانت ما لاحظناش ملي كانت في الاجتماعات وجمع شارب الصوت او مع السيد العامل الاقليم بخصوص شي اتفاقيه او شي بنود، وكان ثارت على ضجه بما خلانا. وكاين سي باسيني انه تحدث قبيله بان كلشي كان مفتوح. انا شخصيا السيد الرئيس ما كانش كيجيو في الهاتف، كنت نسول معلوم كيجيو الهاتف، لان في غياب الناطق الرسمي يعني كيخلي الاخوان انهم يجتهدوا مصادرهم وطريقتهم الخاصه. يعني نحن لا نلام على ممكن تكون معلومه صحيحه 100% او تكون فيها نسبه المغالطات كما قال سي فازل غلطوا الراي العام. حنا ما غلطناش الراي العام، حنا من منظور حنا ابناء مدينه خليلكا غير الفريق، كيبان لينا في هذيك اللحظه بان الفريق ولا غادي الهاويه. ملي كنسمعوا اجتماعات سريه مع المجمع شارف الصفار، واجتماعات سريه مع السيد العامل، وكاين فصول في الاتفاقيه اللي بغات توقع، كل الاخوان كيجتهدوا بطريقتهم مصادرهم الخاصه. ثاني حاجه ان الموقع ديال اولمبيك خرجو ما فعلش، كنتمنى انه يتفعل كما قال سي نجيب. صفحه فيها لوغو، يعني كنضروا حنا غنستعملوا صوره اخرى لانه غنشروا صوره فيها لوغو ديال الفريق خرجو ديال الموقع. ثالث حاجه كنفضلوا ان كما قال الاخوان كاملين ان من راعي وعاق تكون منصه ديال الصحافه كيحضر لها من هب وودا من غير رجال الاعلام. وهذه كتلاحظ حنا بغينا نعتمد الاعتماد ديال الجرائد يا ورقيه يا الكترونيه. شخص كاين مصور كاين محرر، شخصان من كل منبر هما اللي يكون عندهم الاعتماد باش نحيدوا الفوضى اللي كاينه في خليلكا. راه شحال من الاعلاميين والاخوانيين ما كيحضروش لان كيجي المنصه راه فيها الصحافه وقالت فيها من هب ودم. ثالث حاجه اللي كنطلبوا
ان الاخوان دارو الاعلام في المنصه ديالهم تعطى واحد شويه القيمه. حنا ماشي ضد الجمهور، حنا جمهور كاين نادي بعض المرات كيسب شي اخوان بحر، حنا بغينا القيمه والاحترام من طرف المكتب المسير. كاين اللي كيجي معطل ما كيلقاش بعض المرات لا احد الفريقين، لما تعطى تعطات لشي وحدين اخرين مني ما عندهم حتى علاقه بالصحافه. حنا كان شي وحدين مقاطعين المباراه ديال الخروي لهذا السبب. حنا كنتمنى المكتب المسير يراجع الامور ويضبط لائحه للمراسلين والمصورين باش نزيدوا فريق الخروي للامام. وشكرا واستسمح مداخله قبل هذه، راه قلت السي فاسين ولا قدام الاخوان، حنا لا نزايد على احد ويزايد علينا حتى شي واحد، راه قدام السي نجيب السي فاسين، حنا لا نبتز احد ولا نسوم احد. وراه كتوصلنا بان شي اخوان في الاعلام حنايا بان راه كنكتبوا تحت طلب ولا عندنا شي جهات كنعاونهم. كنعاود اكد السي عبد الكريم قدام الحضور، يمكن البارح شرتيها في شي اجتماع ولا شي لقاء مع شي ناس، بان ما سميتيش اشخاص ولا اللي كيكتبوا على فريق ولا بخريبه خاصهم فلوس. حنا كنتمنى تصح لنا المعلومه صحيحه ولا ما صحيحاش. انا كندوي على نفسي، اتحدى ان شي واحد من المكتب المسير سنين هذه انني ابتزيته ولا عطاني شي ريال. كنكتب ما انا مقتنع به، واللي كنقول لي ما عجبو شي حاجه كتبها اللاج نور الدين المحكمه. وشكرا. حاول نوقف على جوج الحوايج اللي تيهمني. اولا في التدخل، وهو انا كاعلامي المعلومه اللي تتهم لي تبغي نوصلها للقارئ، وانا كاعلامي بالنسبه لكره الملعب خصني باش نوصل لهذيك المعلومه. بالنسبه للملعب راه الظروف اللي تنخدموا فيها ظروف ما مقبولاش نهائيا، ولكن تنجيو راه غير فقط ما تنصيبوش لين. صراحة أنا ترجع لها قبل الندوة الصحفية، أما التلفازة راه نتفرج في الماتش ونحس بيه خير مع راسي، ولكن الندوة الصحفية ما يمكنش باش تفلسها، هذاك الشيء علاش تجي الظروف فاش تشتغلوا داخل الملعب ظروف غير مقبولة بتاتا، وسنوات وسنوات وحنا تنغوص. وقبل ذلك حنا تنحييكم على هذا اللقاء، لأول لقاء اللي تيجي من بعد سنوات من بعد واحد اللقاء آخر اللي كان مخدوم وكان متبوخ، الهدف ديالو هو باش يهرسوا الاعلام بخريبكا. داروا واحد السيد دار الله يجازيه بخير، داروا واحد اللقاء باش يجمع الدراري ويردوا بحال القرودة تيضحك عليهم داخل القاعة ديال الاجتماعات. هذا راه تيتخلص، وهذا راه الجامعة تتعطيه، وهذا راه فلوس تيشدو، وكان داكشي كلشي عبارة عن كذوب وتزويق ديال الهضرة الخاوية. هاد الاجتماع تنحيو لأنه جا باش رد الاعتبار للمراسل الصحفي. تقني كنقول انه كيبان في الكثير ديال المباريات، يمكن نقول ضعيف امام الفرق اللي كيواجه. شكرا. واحد من الحوايج اللي قاطع على شحال هذا علاش؟ مجموعه ديال الاسباب، من اهم هذه الاسباب هو اننا تلقينا في واحد الموقف واحد المكان واحد كان مدروس بنيات مبيته الا بغيت تقول، باش اننا كنوقفوا قدام الجمهور وكنعودوا كنتسبوا وكنتعايروا بشكل كل المقابلة. إذا ما تبقاتيش كتجي كدير ديك الدور ديالك الإعلام، بقدر ما تجي خاصك إما تخبى ولا تشوف هذا ولا هذا، هاد النقطة خاصها تخرج معايا الاعتبار. والسبب في ذلك اللي كنرجعو بدور كنقولها بدون تحفظ، المدير الإداري اللي كان صار من قبل. لقاء ولو انه لقاء بدون عنوان لا لافته لا اسباب ديال الحقائق المكتبه. عندي واحد المجموعه ديال الاسئله وملاحظات. شنو هي الاولويات اللي كيشتغل بها المكتب الحالي؟ ولو ان المكتب الحالي فيه اعطاء من الاتصالي. ثانيا الاشكاليه ديال 800 مليون، واش كان شي تقرير من الوضعيت؟ واش كاين شي بوليت على يعني المصاريف ديال المكتب الصديق؟ ثالثا يعني السؤال الجوهري هو العلاقه ما بين ربما هيكلته عند المكتب، العلاقه اللي او الخيط الرابع بين رؤساء هذه اللجان كلها علاقتهم ب يعني الاداره التقنيه.
خرج من الموضوع الاولى اللي كانت فيها مدرسه ديال التكوين وسونتر فورماسيون. واش الهيكله ديالو كيما كان دارس في حسن الجاي رجعت ليها او لا؟ يعني باقي واحد النوع ديال الفراغ ما كاينش تنسيق ما بين كما كنقولوا المكونات لا ديال المدرسه ولا ديال سونتر فورماسيون. شكرا. سي غايس ولا تا يغمأت الإخوان باش من بين الأهداف اللي سطر المكتب في البرنامج ديالو اللي دوا عليه السي زواوي هما الفئات الصغرى. حنا كنقولو أودي إلا دوزنا المرحلة ديالنا في الوصيكة ديال 4 سنين ومقدرناش نتجو لها واسعة باش تشتغل في هاد الملف ويبدا بالتكوين فتح المدرسة فتح السونتر دو فورماسيون والسونتر دو فورماسيون دار الاختيار ديال 20 ديال الوليدات اللي ما حضر حتى واحد في المكتب كانوا الناس التقنيين المؤطرين هما اللي تكلفوا بلا سيليكسيون ديال هاد الوليدات ما حضر حتى واحد في المكتب حتى اللجنة ما حضرتش صوت التقرير من طرف اعضاء اللجنة ديال لي جون مجموعة ديال الحوايج دارو صبناهم الناس اللي دابا دري ولد بالجعد ما كاينش فين يسكن مع العلم ان كانوا ديور خاوين هادشي دار سي عزاز كيشتغل ليل نهار شي دراري خرجوا من خارجين من القراية باش ردوهم التكوين يعني لي جون بغض النظر على التساؤلات ديالكم راهم من الاولويات وما يمكنش نقابلوا ليكيب او نخليو لي جون لان المشتل ديال الموسيقى هو لي جون زائد الفرق المجاوره اللي كتلعب في الهوات لا ولاد عبدو لا الحسنيه لا مجنيبه لا يعني هاد البلايص كامل لا بونوار لا حنا حاولنا اننا نحسنوا العلاقه مع هاد الناس ونشوفوا وكنوصيو الحكام كاين برنامج ديال الاشتغال على انها تبقى ان ستاف تكنيك ديال المدربين القدامى اللاعبين القدامى انه يتحركوا يتفرجوا في لي ماتش ديال دوزيام ديفيزيون ديال دوزيام ديال الهواد ديال دوزيام محترفين. اغماءات الاخوان اغماءات لو طاح اللعابه ديالنا نقولوا سوء التغذيه طاح اللاعب ديالهم ولعبوا جوج لعابه ديالنا والسي عزاز ربما يفيد اكثر لانه حضر قدام السبيطار الناس لعبة مع 9 الصباح في واحد الشتا ما زقاتش في واحد البرد قارس يعني ما نبداوش بغينا نشوفوا كاين الناس اللي دابا غنصاوبوا لهم بلاصه نساس دوك جوج دراري اللي كيخدموا مع الصاحي حتى واحد ما كيجوي عليهم ولكن الناس كيأديو مجهود كبير وكيأديو دور كبير ضروري خص تكون التفاته ديالهم. كاين الاخ حسن اللي كيشتغل مع الفئات الصغرى خصنا نلتفتوا لهاد الناس والسيد الرئيس لا جانب اعضاء المكتب راه هاد البادره الانسانيه قبل من كل شيء ان خسر دار لهم راسين اساس وزادهم شويه في الصالير لان ما كانتش معايير اللي مضبوطه في الاعتماد على 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 المغالطه هي اللي يقال عنا شيء احنا ما درناش ملي كندويو على سنينا لا كونفونسيون وحنا ما سنيناش انا اعتبرها مغالطه ملي غير موقع ها غير موقع غير موقع نجيريا بوحدهم فصلها معاك. بالنسبه للمدرب ملي كنقولوا ما باتش في الاوطيل والسيد الرئيس تعشى معاه وبقى مريح معاه تطلع السيد الشومبر انا اعتقد بانها مغالطه وعندنا الناس ديالنا وسولنا والسيد بات في الشومبر ديالي هذه بالنسبه لكم خلاص ديما ولا هادشي اللي واقع الاخوان كيسمع الناس اللي معنيين بالشكاية من اعز الاصدقاء ديالي لان كاملين الناس حنا لا يشرفون بغض النظر على محمد ولا حنا لا يشرفون انه يوقع شي حاجه شي شنآن ما بين الجمهور وما بين الطاقم التقني ولا ما بين الجمهور والمكتب ولا ما بين المكتب والصحافه ولا ما بين انا كنقول اودي دائما ورجعوا للمداخلات كاينين أرقام ديال المعادلة الكروية فيها المكتب المسير الجهاز التقني الجمهور الصحافة
ديما كندويو بهاد اللغه. اذا راه ما يمكنش يكون واحد التنافر الا كنا كنطلعوا على النتيجه، خص يكون تقارب. وقع مشكل، انا ما غنقولش هذا ظالم ولا هذا ظالم، انا ما لا اسمح به، نكونوا واضحين والاخوان بغيو نسمعوا الجمهور، ما لا نسمح به هو ان المدرب ولا اي واحد كيشتغل في الموسيقى من داك الاخ اللي كيجمع الكواري، ان شي واحد يتهجم عليه خارج رقعة الملعب، ما نسمحوش بها. مدرب نقف ورا الكرياج ونتاقد ونوصل كاع نعاير، ربما نقبلوها واخا ما بغيناش نقبلو المعيور، لاننا في واحد الطرف كنقلبو على الاجماع. ولكن يمشي المدرب الطوموبيل ونتبعو ونتهجم عليه ونقول ليه شرف الطوموبيل كذا، ما كنقبلوش. زائد ما نقبلوش ان المدرب يدير من دايتو الراسو ويمشي للشرطه ويرفع دعوى ويدير ويدير ويدير، شي تاهو ما كنقبلوش، لان كاين اجهزه داخل الفريق، مدرب ملزم باش ان الشكايه تحط لينا حنا، وحنا نشوفو اش غادي نديرو ونناقشو. حنا دائما كنقلبو على التوافق، رغم ان الاخوان في الجمهور ولا الاخوان اللي وقع عليهم مشكل في بعض التغريدات كيقولوا باننا حرضنا المدرب هنا باش نرفع دعوة، وربما تعنيت انا باش نحرض انني نرفع دعوة. المدرب تيقول لك الصحابه حرضات الجمهور باش يجي معايا. اذا ربعه الارقام في المعادله شي كاين السقف شي. حنا انا شخصيا ابرئ الصحافه وبرئ اعضاء المكتب كاملين، المشكل بقى بين المدرب والاخوان. حنا على اتم استعداد، وهادشي بغينا نديرو البارح، السيد المسؤول في اللجنة التنظيمية كان وقع واحد المشكل مع البوليس، كنا بغينا نفكوه تماك، ولكن ربما الظروف متاحتش باش أننا نعيطو للسي محمد والمدرب ونجمعوهم. أنا محمد صاحبي وسكتاني عائلتو كاع صحابي وولد عم الرئيس، كيفاش غنحرضو مدرب ونقولو ليه قيد هاد؟ وحنا عندنا القدرة، أنا الإخوان أنا نقول لكم قدامكم، أنا الإخوان في برشيد جاو كيحتجو، جيت عندهم وسمعوا ليا، قلت لهم الله يجزيكم بخير، حنا راه حنا مطالبين أكثر منكم، ولكن دابا مشي وقت الإحتجاج، الله يعاونكم، وحييهم، سمعوا ليا ومشاو، نتاعنا، إيه الجمهور كيتقلق، مرحبا، الجمهور كيغضب، مرحبا، ولكن كاينين ظروف، حنا دابا كنتقدموا أمامكم، إخوان الجمهور الله يجزيكم بخير، الوضع لا يستدعي أننا نبداو نضارب. الوضع يستدعي اننا نتجمعوا. والمدير ديال الموقع ديال خريبكا اصيبت، والسيد الرئيس وبعض اعضاء المنصب السيد النوبه، هذا الاتفاق هو اللي كاين، كنقلبوا ليه على لاطات اليوم، ربما السيد العامل كيقلب على لاطات ديال عيد وطني او شيء من هذا القبيل، وتكون في التشكيلات وحضور الصحافه وتكون بحال بحال الاحتفال ويتوقع امام الملا. اما الورقه ديال المشروع موجوده، انا باقي ما كاينش التاريخ التوقيع، مع العلم ان الاتفاقيه تعدلوا في مجموعه الامور. قلتي تعديل البنود؟ لا، تعديل البنود انا نقولهم اييه، تطرح لنا اننا نتخلاو على الترونسبور وي والسكن مقابل 100 مليون فوالا ما قبلناش صافي. ودابا راكم كتشوفوا لي جون كيديبلاصو، كون سنيناها لي جون كنعطيوهم ديورهم. دابا لي جون عندنا حنا باقي ساكنين، نعم، المزغوري راه باقي ساكن، نعم، الهاشمي راه باقي ساكن، نعم. شوفوا الاخوان باش نكونوا محقين ولسنا جاحدين، لوسيبي الى جانب السيد العامل تعاملوا تعامل ايجابي مع لوسيكا، باش نكونوا واضحين من هذا المنبر وامامكم، حنا كنشكروهم لانهم سهلوا لنا مجموعه ديال الامور، في حين لقينا صديق قبل العدو يتربص. الناس راه صارفه 800 مليون وما اللي صارفينها، وداروا لنا مراسله. التعامل ديالنا بحسن نيه ملي جات الاتفاقيه عيطنا للمنخرطين كاملين، في حين هي كتسنى عامين جوج مرات كتسنى، وناضوا الناس من داخل المكتب السابق كيراسلونا بمراسله، ماشي كيراسلونا بوحدنا،
نغفروها. كيراسلوا الاداره العامه ديال المكتب الشريف في صفار، وكيراسلوا عملات اخرى يبقاو، وكيراسلوا الجامعه. كيقولوا بان الفلوس تختزت 800 مليون فينا هي، والاتفاقيه المشؤومه توقع عليها راه غادي يوقع بكارثه، مع العلم ان هي 6 سنوات وهي قد توقع، ومع العلم ان 800 مليون الناس صرفوها، الناس صوتوا على التقرير المالي السيد الرئيس. مجموعه ديال الحوايج، اذا هذا هو اللي حنا في اطار الملتمس كنقدموه. اخوان حنا موجودين، الخبر اليقين، ولا حنا راه ولاد البلاد وغنعيشوا مع بعضياتنا وغنكبروا مع بعضياتنا وغنمشيو للوسيكون كنشوفوا بعضياتنا. راه اللي غتحصلوا عندنا كذوب، غتقولوا لنا راكم ما تزيدينش، ما كنشتغلوش في الحق الرياضي فقط. راه كاين مجموعه هذاك غتكذبونا وغتقولوا السيد راه كدير، راه حنا كندويو معكم بصدق بصدق، ولكن في المقابل كنلتمسوا اننا نشتغلوا كاملين لمصلحه الوسط. راه ما يمكنش نكونوا استراتيجيه هذا المدرب، باش ما نكونوش نقولوا المدرب راه فرضنا عليه. مدرب طلب انه يكون ان جون قريب للبروموسيون، يبقى قريب للعابه وكذا، تم الاختيار باجماع الاعضاء على السي الوراد من اجله انه يكون في هذاك المنصب. الوراد الان راه كيقوم بالدور ديالو، المدرب مرتاح للوراد، الوراد مرتاح. شنو الدور؟ واش بسيكولوجيك؟ شنو الدور؟ لا انت هو راه مساعد مدرب. مساعد مدرب، نعم. شنو الادوار اللي كيطلب منه المدرب يديرها؟ كاين فروق دايره باللعابه. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.